2019 وصلت أعلى وزن بحياتي، وزن جسمي طاخ 110 كيلو. إلى حد هذا التاريخ كنت مستمر بالتمرين لمدة 14 سنة. كسرت كل المتوقع من الشخص الطبيعي أن يحققه، أو على الأقل الحدود اللي كنت أسمعها واللي انفرضت علي. ميتين كيلو بالسكوات كأنه لا شيء، 240 بالديدليفت، 100 كيلو بوش بريس، وهذا كان مجرد تمرين اعتيادي بالجيم. واستمر هذا الحال إلى حد Coronavirus has hit the UK. Gyms are not being allowed to open on the 4th. Cinemas, gyms to close on the same. 35,928 new cases of COVID-19 in today's figures. That's a pretty big jump from 27,000 yesterday. بغضون أيام كل شيء تغير. شعور اللي حسيته كأنما محارب تجرد من سلاح، وكأنما انجبرت انسحب من معركة النصر بها كان شيء محتم. حسيت نفسي مقيد. بديت اتمرن بالبيت لكن ما كان نفس الاحساس. هذه مو نفس المعركة، واني مو بنفس الشراسة اللي كنت بيها. وشوية شوية بديت احس بنفسي اتلاشى. الشيء اللي عشت 14 سنة هسه اخذ مني غصب. والنهاية ماكو نهاية. وبهذه الفترة اتخذت قرار معين. قررت اني اترك التمرين والرياضة، واصلا صار لي 11 يوم اني ما متمرن، وانتم ملاحظين هذا الشيء لان تقولوا لي فرق جسمك نازل. قررت اخرب كل شيء بنيته بايدي. مو لان استسلمت او سيطر علي اليأس، لا بالعكس. قررت ان اترك حتى اشوفكم شلون تقدرون ترجعون بعد الظرف هذا. فبديت اعيش حياة مختلفة جدا. أكل غير صحي، حلويات، بيتزا، برجر، اللي ببالكم. بديت أخسر جسمي والعضل اللي بنيته. بديت أكتسب نسبة دهون عالية جدا. وفترة 4 أشهر تحولت من أضخم وأقوى شكل بحياتي إلى شخص غريب على عيني. وهذا فقد اللي كنت أشوفه بالمراية. لكن هذه كانت الخطة. الخطة أن أكسر كل شيء وأستعيده حتى أكون المحفز والمثال اللي هواية ناس تعتبره. وبعد ما مرت أصعب 4 أشهر بحياتي، أخيراً إجى تاريخ 1/8/2020. فتحت الجمات مرة الأخ. مرة أخرى حسيت بملمس البار على أصابعي. كارديو إلى أن التيشيرت يصير مي. تمرين، غذاء، تشنج، راحة. يوم بعد يوم بديت أحسب روحي ترجع لي مرة الأخ. وبغضون اسبوعين كل شيء رجع عندي، لكن ما توقفت هنا. ردت اكثر، بديت انشف، بدأت تفاصيل جسمي تبرز اكثر، دمارات، الياف، العضلات، تفاصيل الجسم، كل شيء بدا يصير احسن. ما كنت راح اتوقف. ردت اكسر صورة مأخوذة عن الجسم الطبيعي وشنو اللي يقدر يحققه، واستمريت حتى اكسر هذه الصورة. لكن الحياة اعترضت مرة الأخ. حجر ثاني، حجر ثالث. 3 أشهر من عدم التمرين ورجعت لنفس النقطة. مسجون مرة الأخ، ومرة الأخ خسرت الشيء اللي أحبه. لكن ما كنت ناوي أن أخسر آني، لأن كنت أعرف عدم الاستقرار هذا لابد أن ينتهي، لابد يجي اليوم اللي راح أسترجع بي اللي خسرته مرة ثانية. وبهذه اللحظة ممكن شخص يسألني فرقد شلون تسوي هذا الشيء بكل سهولة؟
شنو السر اللي مخليك تكون عنيد ويا هيج ظروف؟ هذا السر يجي من الماضي.